التطبيق ده الا وهي لعبه ببجي موبايل. هي اللي احنا عايزين نشحنها، هنضغط عليها زي ما انت شايف بيشحن 40 يو سي وبيشحن 75 يو سي، يعني لو انت معاك 8000 نقطه في التطبيق ده هتقدر كل يوم تشحن 40 يو سي وانت قاعد حاطط رجل على رجل وعمال تشحن في شدات. انت ما بتعملش اي حاجه غير ان انت برنس بتشحن في شدات كل يوم. عايز اعرف انت مستني ايه؟ رابط التحميل موجود تحت الفيديو، انزل حملها دلوقتي والحق نفسك. نرجع بقى ماشي نشوف بقى الواجهه الرئيسيه للتطبيق ونشوف كل حاجه موجوده في التطبيق. اول حاجه معانا وهي عجله الحظ، هنضغط عليها. عجله الحظ يا رجاله طبعا كل الناس عارفاها ان انت بتلف عجله الحظ دي كده اهي، تلف معاك بقى وعدد الكوينز اللي انت هتاخده. خدنا كام؟ خدنا 2 كوينز. حلو قوي. كل شويه بقى تقعد تلفها فتجمع عدد كوينز حلو برضو منها. زي ما انت شايف بيقول لي ان الكوينز اتضاف لك. خلاص نرجع كده نشوف الكوينز اتضاف ولا لا. بقى معايا 2 كوينز بس كده. جميل. نرجع تاني للصفحه الرئيسيه وعندك هنا برضو في نقط يوميه بيديها لك. عندك 10 نقط اهي هتاخدها كل يوم، هيدي لك نقط اتضافوا برضو. نرجع كده مع بعض نشوف المحفظه بقى معاها 12 كوينز، والكوينز اللي انت بتجمعها بيجيب لك انت جمعتها منين وازاي، عشان بس لو في حد بيحاول اللي هو يدور على ثغره في التطبيق فين اهي تعال هات حطها جمع كوينز. لا مفيش الكلام ده. تطبيق نظيف، تطبيق محترم، هتشتغل عليه هتاخد النقط بتاعتك، هتاخد الشدات بتاعتك. نخش بقى على التقيل عند الاوفر اللي هي العروض. عند اول حاجه اللي هي تو داي اوفرز والهوت اوفرز والميجا اوفرز والكويك اوفرز. اول حاجه مثلا اللي هي تو داي اوفر اللي هي عروض يوميه. عندك عرض هتاخد عليه 1300 كوينز، عرض ثاني 1300 400، عرض كام 5000، لا 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 50000 اهو. والعروض دي عباره عن ايه؟ لعب انت هتنزلها وتلعبها عندك على الجهاز وتجمع منها كوينز. يا رجاله الموضوع محتاج قعده كبيره والله العظيم، احنا محتاجين نقعد كده ونستقنيس ونشغل الدماغ علشان نعرف للتطبيق ده. عايزك بس تعد عدد الكوينز.